مع تواصل فقرات الحجر الصحي صار يدور اليوتيوبرز فعاليات يعملوها بالبيت، وبما أنهم بيحبوا المقالب لدرجة كتير كبيرة فما لاقوا إلا أفراد عيلتهم للوقوع بفخوخ مقالبهم. ما مش فاهمة، ما عملت شي بحكي يعني عشان يعصبوا مني. والمقالب هالمرة كانت بعنوان مقلب الاستفزاز. والله زعلت لك مودل؟ والله كل هالمقالب حققت نجاح كتير كبير بهاي الفترة ونسبة مشاهدة جد عالية، فبنين ستارز اختارت اختها نور كضحية لمقلب الاستفزاز بعد عودتها من الأردن لأمريكا، والهجوم وقصف الجبهات كان كتير قوي ونور عصبت لدرجة كتير كبيرة. إذا لازم تعملي مثلي كلي أكلك يا قلبي. خلص الأكل خلينا نبلش. إيه ما شاء الله بتاكلي بسرعة. خلينا نبلش. كمل. هلا سنتين أول فيديوهين إلي على القناة. أنا علمتك الإعدام. إيه بعدين مين صار أحسن منك بالإعدام؟ anyway خلينا ممكن تكمل عم جاوب سؤال جواب. بنين كتير حنونة وكتير بتقرب. هيك بدك إياها تحكي؟ فالفيديو حقق ما يقارب 4 مليون مشاهدة خلال مدة قصيرة. أما ياسمين فاختارت صديقتها ماريانا وبلش الاستفزاز من بداية الفيديو، بس ماريانا سرعان ما زعلت وبطلت التصوير. ياسمين خلصتي اكل عشان نبلش؟ ممكن لا تحكي معي بهالطريقه؟ بحكي مثل ما بدي هلا انا. لا طبعا لا، انت يلا بلشي ترمي هذا الشيء كمان. عم تحكي معي بهالطريقه كثير لازم تحترمي هذا الشيء. انا والله كفايه جاي ناس حالتي، انت ببيتي حبيبتي، وين فكره حالك ياسمين؟ فالفيديو حقق اكثر من 4 مليون مشاهده لحد الان. اما اخر مقلب استفزاز قبل نزول هذا التقرير كان لجلال عماره من بعد عودته لساحه اليوتيوب، واختار امه لتكون ضحيه المقلب. بما أنه أم جلال معروف عنها أنه قلبها طيب وحساسة كتير، فسرعان ما شفناها عم تبكي، وهالموقف شفناه من قبل بمقلب شيرين بعنوان مقلب التدخين. عملت إنترو قبل ما بلش الفيديو معك، وقت لي عمل المقالب تحس فيها بنت أمك، يعني مارين هي اقترحت علي فكرة هالفيديو، فأمي أنا مستحيل هي أحسن من أمي. أنا متعودة من أمي؟ ها؟ كيف المقلب؟ لك شفت؟ لك والله 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 أمي عجبة عجبة، آسف والله آسف أمي، آسف أمي، يعني والله مقلب، والله العظيم مقلب.